يقول السائل: كيف الإجابة عمن ينكر عذاب القبر بحجة أنك لو كشفت القبر لوجدت الميت لم يتغير ولم يضيق عليه قبره ولم يتسع؟ عذاب القبر هذا من علوم من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. قد يكون في جحيم وفي عذاب ولا تشوف عليها أثر، لأنك في الدنيا وهو في الآخرة، بينكم أنت في دار الدنيا وهو في دار الآخرة. هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لازم أنك تشوف. هذا الرسول هو اللي اطلع على بعض المعذبين في قبورهم، الرسول هذا من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يرى بعض الناس أو بعض المسلمين قد يرى العذاب في القبر، يرون النار تخرج من القبر، يرون بعض الأحيان النيران تخرج من القبور في الليل، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن رجب رحمه الله له كتاب التخويف من النار، تخويف من النار ذكر فيه أشياء. نعم.